اول حاجه انا عملتها شويت البتنجان زي ما قلت لكم على البوتاجاز، بيكون افضل حاجه. نبعد بس دول كده. يا ام رامز، ام رامز اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك يا مدام هالة؟ الحمد لله، ازيك يا ام رامز؟ هلا بس يا ام رامز. ربنا يخليك يا حبيبتي وسلامتك الف سلامة. الله يسلمك، تعيشي يا حبيبتي. جت متأخرة، معلش يا حبيبتي. يا حبيبتي دايما حسك معايا والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. الله يخليك ويطمنا عليك يا رب. تعيشي تعيشي ويطمنا عليكي وعلى كل حبايبك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي وسلامة الحاجة ام شريف الف سلامة. يا رب كده ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، اللهم امين. يا رب، وبشكر الأنسة آية اللي ردت عليا. ربنا يخليكي، دي بنتك. الله يخليك، الله يخليك يا حبيبتي. تعيشي، ربنا يطمنا عليك يا حبيبتي. تعيشي يا ام رامز، الف شكر يا حبيبتي، الف شكر. مع الف سلامه. الناس اللي مش بتحبش تقشر البتنجان المشوي او بتقول لك بيتهري مني، بعمل ايه؟ اجي بوله اهي فيها ميه، كل شويه احط ايدي كده في الميه وماسكاها من العين اللي فوق اللي هو العين ده، واحط ايدي في الميه بيطلع معايا بمنتهى السهوله اهو. ما والله ما في اسهل من كده، مش عارفه يعني. ساعات تجي لي اسئله على حاجات سهله جدا، اقول يا جماعه والله اللي انتوا بتسالوا فيه ده دي اسهل حاجه في الدنيا. اهم حاجه تحافظي على العين اللي فوق ده، عشان هو اللي بيمسك لك البتنجانه انها تتهري معاكي وهي بتتقشر بالشكل ده. بصوا كل قشره ايدي في الميه، وراح ماسكاها كده ومنزلاها كده. يا ام عبد الله بصوا اي قشره كده بالراحه بشيلها. ازيك يا ام عبد الله؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت يا ام عبد الله، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير يا حبيبتي، فضل ونعمه من ربنا، الحمد لله رب العالمين. انت جميله والله وحاجتك كلها جميله. ربنا يكرمك يا ام عبد الله ويفرح قلبك زي ما فرحتيني. لا والله حاجتك كلها جميله يا شيخانه. ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب. مين اللي جنبك؟ عبد الله عايز يكلمك. اديهولي. الو، ازيك يا بودة؟ عامل ايه؟ عايزه طنط جاتوه مره واحده. نهار ابيض، ده انت داخل على طمع قوي يا بودة. حاضر، من عينيا. طبعا وانت طيب. وانت طيب يا احلى بودة في الدنيا، تعيش يا قمر. حاضر يا حبيبي، من عينيا. عاوزين بقى ايه؟ عايزين بوله كده اللي هنشتغل فيها، وعايزين بقى على طول التقديم. وادي الحواوشي بتاعنا خلص كمان. شفتوا واحنا واقفين مع بعض عملنا الحواوشي الكبابجي، الحواوشي البلدي، وعملنا كمان الحواوشي الافرنجي، وبنعمل سلطه. كل حاجه عملناها دلوقتي مع بعض من الالف للياء. العجينه عملناها مع بعض وسويناها برده مع بعض. طيب هنا بقى هعمل ايه في البوله دي؟ هجيب معلقه وننزل كل المقادير بتاعتنا. عظيم. ماشي، اي حاجه بقى هنزل هنا. ايه؟ ادي الزبادي كده، الطحينه، بسم الله. في اسهل من كده بقى؟ غدوه سريعه لذيذه ظريفه طعمه، عايزين ايه تاني؟ تقومي تعمليها على طول ان شاء الله. كمون، السلطه دي روحها الكمون، شويه ملح. الحواوشي بقى الافرنجي عايزه تحطي عليه فحمه برده وتعملي نفس الطريقه؟ ماشي، مش عايزه خليه كده زي ما انا عاملاه كده. انا قلت ايه، واحد وواحد، يعني واحد مشوي وواحد مقلي في الزيت. شويه فلفل اسود يا اسراء، شويه شطه. اسراء اهلا وسهلا. اسراء؟ ايوه انا معاك. ازيك يا اسراء؟ خل عامله ايه؟ الحمد لله بخير. انت اخبارك ايه يا قمر؟ اسراء انا مش سامعاكي كويس. سامعاني كده؟ اه طبعا. شفتي بقى الصوت فرق ازاي؟ حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، بعمل حواوشي. انا صفاتك والله، وحضرتك احلى شيف في الدنيا. يا رب يخليكي، تعيشي يا قمر، اشكرك. كتر الف خيرك حبيبتي. قولي لي حبيبه قلبي، ليكي اي سؤال؟ انا كنت عايزه بس رقم حضرتك. بس كده؟ مش عايزه حواوشي من الحواوشي اللي عاملينه ده، عايزه الرقم بس. تسلم ايه؟ تعيش يا قمر. حاضر، دايما عملنا كل الوصفات الحلوه. ربنا يخليكي، وانا تحت امركم على طول حبيبه قلبي. اشكرك حبيبتي. حطيت كل المقادير كلها على بعضها، والزبادي والطحينه، وبقلب كده كله كويس قوي في قلب بعضه
كده وهاخد شويه ميه. فين الميه اللي كانت هنا؟ مين اللي شالها؟ مين اللي شالها؟ ماشي اضربوا. حط شويه ميه عشان طبعا الطحينه معانا اول ما بنحط عليها الخل وعصير الليمون بتقفش، فبفضل الينها كده بشويه ميه، ميه من الحنفيه مش ميه سخنه، لغايه ما الاقيها لانت وادتني قوام الطحينه، كاني بالظبط بعمل في الاول سلطه طحينه بالزبادي. دي اول خطوه معايا في سلطه بابا غنوج، الايه الطعمه جدا الحلوه قوي قوي. اهو كده شايفين بقى في الاول كانت قفشه، بعد كده ابتدت تلين ازاي اهي. اوعي تفتكريها قفشت معاكي تقولي الدنيا باظت، في الاول لازم لازم الطحينه تقفش، بعد كده بالتقليب بتسيح على طول معاكي. يا نورهان، يا نورهان، يا نونا، بعد اذنك اتفضلي يا نورهان. ممكن اسالك على حاجه؟ اتفضلي تحت امرك. انا عايزه اعرف طريقه عمل الباستا. طريقه ايه؟ الباستا. الباستا ال ايه يا جماعه؟ البصل؟ لا الباستا. حاضر، الباستا يعني مكرونه. طيب حاجه حاجه معينه طيب فيها، يعني مثلا مكرونه بالوايت صوص، بالريد صوص، بالجمبري؟ ايوه بالجمبري. ها بايه بقى؟ بالجمبري. بالجمبري مره واحده؟ حاضر. حاضر. وعايزه اسال عن صوابع زينب. وصوابع زينب انزل لك كله. حاضر حبيبه قلبي، من عينيا الاثنين. حاضر، نقطع كده بتنجان، حطه كده فوق بعضه كده، وبعدين اخدها كده بالعرض. يا ام عمرو بصوا اعملها كده. ام عمرو اهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا ام عمرو؟ الله يسلمك، ازيك يا شتالة؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ الف سلامه ليك يا حبيبتي. حبيبه قلبي الله يسلمك، تعيشي يا وحشاني والله. ربنا يخليك يا ام عمرو. فينك بقالك فتره؟ انا بكلمك والله بس ما حدش بيوصلني ليكي. ليه بس يا ام عمرو؟ طب ما انت وصلتي النهارده اهو. وعموما يا حبيبتي معلش حقك عليا، هي بس الله. زحمه التليفونات والله غصب عني. الله يخليك يا شفاء، الله يكرمك يا رب. الله يكرمك، كل سنه طيبه. وانت طيبه يا قلبي، وما تحرمش منك ابدا يا رب. اشكرك حبيبه قلبي. عايزه اوصل، عايزه ابعت اهداء لاختي. ماشي، اسمها ايه؟ انعام صبري. بمناسبه ايه بقى؟ عشان انا كمان اقول لها معاكي. طالعه الحجه عقبالك. بسم الله ما شاء الله يا حاجه انعام، الف مليون مبروك. حج مبرور وذنب مغفور يا رب باذن الله يا حبيبتي. يا رب تروح وترجع بألف سلامة، وتجيب لنا معاها مية زمزم. ماشي.